أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم تدريس الأبناء في المدارس التي تدرس المناهج الغربية باللغة الأجنبية، وذلك لقوة منهجهم العلمي وتحصيل اللغة الأجنبية، علما بأن المدرسين مسلمون وأن اللغة العربية والقرآن يدرسان كمواد ثانوية؟ عجيب من مؤمن يهتم بأن يكون لسان ابنه فرنسيا أو إنجليزيا أو أسبانيا أو نحو ذلك من أجل الدنيا، ولا يهتم بأن يكون لسان ابنه عربيا. من المصائب المعاصرة أنك تجد الرجل إذا كان ابنه ابن 10 سنين فينطق كلمات فرنسية أو إنجليزية يشجعه ويفتخر به، أما إذا كان يتكلم بالفصحى ولو جملة فإنه ينهاه، يقول هذا معقد، تكلم مثل الناس، يعني الإنجليزي والفرنسي مثل الناس، لكن العربية الفصحى هذه ما هي مثل الناس. فكون الطفل يدرس في مدارس اللغات ولو كان المدرسون مسلمين، ولا يدرس العربية إلا بضعف، ولا يدرس العلوم الإسلامية إلا بضعف، ومعلوم أن تدريس اللغات يعتمد على ثقافة أهل اللغة من قصصهم وما يدخلونه بذلك القصص، فهذا الأمر بهذه الصورة لا يجوز. نعم، لو كان يدرس الثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية واللغة العربية دراسة أصلية ويدرس معها لغة ما في بأس، يدرس الإنجليزية ما في بأس، ما نمنع من هذا، لكن لا تكون هي الأصل والثقافة الإسلامية والعلوم الإسلامية واللغة العربية ثانوية. حتى أن بعض أبناء المسلمين في الدول الإسلامية بل والعربية لا يستطيعون التحدث مع أجدادهم وأهل الشارع بلغة سليمة، لأنهم ما علموا إلا اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو نحو ذلك. أنا ذهبت إلى بعض البلدان فلا أكاد أفهم ما يقولون مع أنهم عرب، لكن 3/4 الكلام فرنسي في أثناء الكلام، والعربي صبغ بالطريقة الفرنسية. هذا ضياع. نعم، سببه الاستعمار، لكن لا زال الناس يسيرون على نفس الطريقة بسبب طريقة التعليم. إذن يجب أن نفرق يا إخوة بين أن نعلم أبناءنا لغة أجنبية مع تعليمهم العلوم الإسلامية واللغة العربية، فهذا لا حرج فيه وقد تكون فيه فوائد كثيرة، مع المراقبة للمادة العلمية التي تطرح في تلك اللغة. وبين أن يعلم اللغة الأجنبية من صغره ويكون تعليم العلوم الإسلامية واللغة العربية ثانويا، فإن الذي نعتقده أن هذا لا يجوز وجناية، ويدخل في عدم النصح وفي الغش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بالواجب، وأن يعين الآباء والأمهات في جميع بلدان المسلمين على
النصح لأبنائهم بتعليمهم دينهم ولغتهم العربية الفصحى وتعليمهم ما ينفعهم مما وراء ذلك.